طبعا زي ما حضرتك عارف احنا يمكن مشاركين في كل المسابقات من اول 97 لغايه 2006، فالحمد لله ماشيين بشكل كويس. عندنا ناشئين كتير جدا جدا موجودين في الدرجه الاولى، وده كان اهم حاجه بالنسبه لنا السنه دي. حته التسويق بالنسبه لنا يمكن طبعا انت بتسوق لفريقتك الاول، بعد كده بتسوق لاي نادي تاني. يمكن الكلام ده حاصل السنه دي بشكل كويس جدا. احنا عندنا زياده عن 13 14 لعيب، 97 98 موجودين في الدرجه الاولى، منهم 7 8 بيشاركوا، وغير القطاع الناشئين ان مطلع فينا في لعيبه مش 97 بس، في لعيبه محمد هلال، عندك محمد عبد العاطي، كل الناس ديت، كريم ممدوح، كل دول من ناشئين النادي. وغير كده كان في امثله كتيره جدا، يمكن في رجب نبيل مشي ولعب في حته، احمد مصطفى مشي برده ولعب في حته ثانيه غير وادي دجله، انما هي دي السياسه اللي احنا متابعينها السنه دي ان شاء الله. احنا ما بنبصش خالص على النتائج خالص السنه دي، يمكن مش فارق معانا انت في مركز ايه، انما احنا عندنا سياسه متابعينها الفتره اللي فاتت ديت، ان احنا ازاي الناشئ اللي يطلع من تحت يطلع على الدرجه الاولى ويشتغل في الدرجه الاولى، يبقى عارف ان دوت السياسه واخده من الدرجه الاولى لغايه 2006. لو جيت اتفرجت على المباريات بتاعتنا كلها، يمكن في ماتشات كتيره مسجله ممكن تشوفها، هتلاقي كل النادي من 2006 لغايه 97 لغايه الدرجه الاولى، كل الفرق دي بتلعب بسيستم واحد وسياسه واحده، هي التحضير من تحت. لازم الجون يبقى عنده كوره، يلعب الكوره من تحت، يبتدي برجليه. فكل الكلام ده طبعا احنا مش باصين للنتائج السنه دي، لان هو الكلام ده هياخد مننا وقت. يمكن خد وقت مع الدرجه الاولى، قعد 5 مباريات، الناس بتتكلم على وادي دجله بشكل مش كويس، والفرقه هتنزل و انت شوف دلوقتي يمكن احسن فرقه في الدوري الممتاز بتلعب كوره بشهاده كل الناس، مش بشهاده الناس اللي موجوده في وادي دجله بس، ان احسن فرقه بتلعب كوره في الدوري الممتاز المصري كله ان وادي دجله، وده باين قوي في السياسه بتاعتنا. الناس بتحضر من تحت بشكل كويس، بتطلع حتى والناس بتضغط عليك من فوق ضغط عالي، انت بتعرف تخرج بكورتك. فدي بالنسبه لنا حاجه كويسه، هي فيها متعه كويسه جدا، ونتمنى الفتره الجايه ان شاء الله والنتائج، يمكن بعد 5 مباريات النتائج بتاعتنا ابتدت تتحسن وابتدت الامور تاخد شكل كويس جدا. فما بالك الناشئين، انت بتلعب في 97 و99 و2001، كل السن الصغير ده هياخد وقت معانا، واحنا عارفين الكلام ده. السنه دي في وادي دجله في اهتمام بدايه من باشمهندس ماجد سامي ومستر تاكيس جونياس بقطاع الناشئين السنه دي، وبدليل الدرجه الاولى دلوقتي فيها 9 لاعبين خارجين من قطاع الناشئين، منهم اللاعب اللي راح النادي الاهلي دلوقتي محمد محمود، ده مواليد 98. هو ده التارجت اللي احنا شغالين عشانه، احنا شغالين لكده. اهم حاجه ان احنا نطلع لعيبه للدرجه الاولى، بنطبق اسلوب وطريقه لعب من فريق ال 21 سنه لحد فريق ال 13 سنه، بيشتغل بنفس السيستم ونفس النظام، علشان لما اي لعيب في اي وقت يطلع للدرجه الاولى يبقى جاهز وعارف النظام وعارف الشغل، ما ياخدش وقت في التعليم. دلوقتي وادي دجله من اجمل الفرق بتقدم كره في الدوري، ب9 لعيبه ناشئين، ما حدش يقدر يعمل الموضوع ده في الدوري او في فرقه عندها الجراءه ان هي تعمل كده، بس وادي دجله بيخوض التجربه ولحد الان ناجح فيها، والسنين اللي جايه هيكون في اختلاف ويكون الشكل افضل كمان. يعني اول سنه بتبقى هي عاده السنه الاصعب في بدايه مشروع جديد، ولكن اللي جاي كمان هيكون افضل واحسن ان شاء الله. احنا عندنا في وادي دجله اللعيبه يعني بنختارها، بيتم اختيارها من بدايه من الاختبارات بما يتناسب مع طريقه اللعب. يعني احنا اهم حاجه عندنا لعيب الكوره، يعني مش بيجي لنا، مش شرط يكون لعيب كبير مسنن يكون ضخم الجسم، لا، تلاقي اغلبيه اللعيبه في قطاع الناشئين كلها لعيبه اجسامها صغيره. بنقي لعيب الكوره، لعيب اللي بيشتغل وعنده المهارات الاساسيه بشكل كويس عشان يقدر ان هو يخدم طريقه اللعب، مش الجسم والسرعه والقوه وخلاص. اه طبعا دول مهمين، ولكن رقم واحد الكواليتي بتاعت اللعيب هي اللي تنفع وتفيد في طريقه اللعب ده. عشان كده هتلاقي اغلبيه اللعيبه ممكن زي ما انتم شفتوا في التمرين مش هتلاقي اجسام كبيره او حاجه، بس اهم حاجه يكون لعيب كوره، لعيب كوره، كل لعيب كوره كويس، كورته كويسه، بيسلم ويستلم كويس، عنده مهارات اساسيه كويسه، بالتالي هو ده رقم واحد في اختياراتنا للعيبه اللي هي ممكن تنضم لقطاع الناشئين او حتى ان هي تلعب بره في اوروبا. احنا شغالين بنفس السياسه بتاعت الفلسطين، في بنحضر برضو التمارين مع الخواجه، وبنرتب التمارين مع بعض، وماشيين بسيستم معين عشان الولاد الصغيرين يتعلموا نفس السيستم بتاع الدرجه الاولى. الفرق الكبيره كلها كده في العالم بتمشي بسيستم واحد. المشكله كلها في مصر كلها دلوقتي مشكله التسنين والتزوير، واحنا يمكن من الانديه القليله اللي في مصر اللي هي الاداره ما بتحطش المدرب ولا المدير الفني تحت ضغط عشان يكسب. فبالتالي احنا ما بندورش، انا كمدير فني او مشرف على السن الصغير ما بحبش اضيع وقتي مع في سن، يعني في سن مش مظبوط، في لعيب ورقه مش مظبوط. اهم حاجه اللعيب يكون ورقه مظبوط عشان الشغل يبقى مظبوط. لكن احنا بنواجه مشاكل كتيره جدا في كل الفرق
في التسنين والتزوير، ودي يعني انا ما اعرفش هنتخلص. هي طريقه اللعب الجديده اللي احنا شغالين عليها متعوده، اللي هو لازم حارس المرمى يبقى لاعب مرمى، فشغلنا شغالين جدا. يعني واجهنا في الاول مشاكل كتيره جدا في الحته دي، وبعد كده مع الشغل بفضل الله الدنيا بقت افضل من الاول كتير. دلوقتي احنا بصينا على اوروبا كلها، دلوقتي الجون دلوقتي بيلعب برجليه، وطريقه اللعب الحديثه لازم الجون بيبقى لاعب. يعني دلوقتي ما بيبقاش 11 ما بيبقاش 10 لعيبه في الملعب، بالعكس بيبقى 11 لعيب، فبتساعد جو حارس المرمى اللي هو لازم يبقى لاعب مرمى وبيبدا معاهم الهجمه من تحت، فدي حاجه مهمه جدا بتساعد ومخليهم عندنا بفضل الله الاربع حراس اللي عندنا موجودين مختلفين جدا عن اي حد في قطاع الناشئين بالنسبه للدوري اللي احنا شغالين فيه. يعني احنا مبسوطين طبعا اللي في برنامج زي ده بصراحه، يعني بناء عليه احنا بيدينا فرصه اللي احنا طبعا بنتكلم، وبيدينا فرصه كمان يبص على قطاع الناشئين، لان في لعبه كويسه جدا جدا والاضواء مش مسلطه عليها. فبشكر كابتن اسامه حسني وبتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. طبعا كل لعيب بيشتغل ان هو يطلع درجه اولى، خلاص هو سن 20 21، حتى حارس مرمى هو ده مستوى درجه اولى. فانا كل يوم في الماتشات بادي بشكل المطلوب من المدير الفني او من طريقه اللعب اللي احنا بنلعب بيها، ان انا ادي بطريقه اللعب اللي هي المطلوبه من المدير الفني التركيز جونياس الفريق الاول، ان احنا مطلوب مننا نلعب بطريقه لعب معينه، نبدا من تحت. فالجون دلوقتي مش الجون ان هو يصد تحت ثلاث خشبات، الجون دلوقتي لازم يبقى لعيب كوره. وانا شغال مع مدربي في 99 كابتن مصطفى دولي، ان انا اشتغل على ان انا ازاي ابقى لعيب كوره في الملعب واسلم من تحت، هي دي الكوره الحديثه. هو ده اللي بشتغل عليه، هو ده اللي هيوصلني ان شاء الله ان انا العب فريق اول. الكوره دلوقتي ما فيش جون ان هو مطلوب ان هو يقف تحت ثلاث خشبات، حتى اللعيبه ان هم البوزيشن بتاعهم ازاي يقفوا وازاي يتحركوا وازاي يلعبوا الباص الصح في الرجل الصح، هو ده المطلوب دلوقتي من الكوره. فالطريقه دي نتعلمها واحنا صغيرين، هي دي هتفيدنا وهي دي اللي هتساعدنا ان احنا نوصل لفريق اول ونلعب الكره المطلوبه في الكره الحديثه دلوقتي. يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت كلها ماشيين كويس، بس هي سوء النتائج مش شغال معانا خالص. كل ماتش بنلعب فيه بنأدي ونبقى احسن من الفرق الثانيه، ونطلع ماسكين كوره على اي فرقه بنلعبها، بس هي الاجوان ما فيش جون بتخش لينا وبتاع، فدي مؤثره معانا شويه. بس ان احنا لازم نكون موجودين في الدرجه الاولى من واحنا يعني 16 17 سنه، لازم تكون موجود في الدرجه الاولى وتكون معاهم فوق، وان انت تتسوق كويس 18 و19 سنه تكون مع الدرجه الاولى وبره النادي وشغالين كويس. يعني الناس احنا الحمد لله من اكتر نادي في الدرجه الاولى بيلعب بقطاع ناشئين، ومعتمد على قطاع الناشئين كله، وكذا لاعب بيطلع يتمرن وينزل، وكلنا معانا كابتن احمد بيشتغل بالكره من تحت، ولازم نبدا من تحت. ما ينفعش لاعب يطلع الكره تشليته او اي حاجه، لازم الكره تبدا من تحت. حتى الجون بيشتغل برجله معانا، وكله لازم ينفذ التعليمات، وكل تمريننا كده بنبدا من تحت ونباصي. حتى في الماتشات بيحصل معانا حاجات اللي احنا بقى ضاغطين الفرقه و90 دقيقه ماسكين كوره وكده، ومفيش توفيق، بيجي داخل فينا جون في الدقيقه 88 كل ماتش كده. ترتيبنا في الجدول مش كويس، بس ان شاء الله الدور الثاني هنحسن يعني، وان شاء الله الكابتن شغال معانا الفتره دي. حتى في الامتحانات كلنا بنيجي وادي المسؤوليه، وان شاء الله الدور الثاني لازم نعمل حاجه يعني ان شاء الله. في البدايه احنا بنادي كوره كويسه جدا جدا جدا، بس النتائج معانا مش ماشيه كويسه. احنا احسن فرقه في مصر، طبعا مش ببالغ ان انا بقول كده ان انا فادي دجله، بس احنا حقيقي احنا احسن فرقه في مصر بتلعب كوره. حتى لو سالت اي حد من الفرق اللي لعبتنا، اي حد من الفرق اللي كانت منافسه لينا، هيقول لك فرقه وادي دجله احسن فرقه في مصر بتادي كوره. احنا لعبنا هو سيستم قطاع الناشئين، سيستم الدرجه الاولى، القطاع كله بيلعب بسيستم الدرجه الاولى. يعني حتى لو اتفرجت على الدرجه الاولى هتيجي تتفرج على الماتشات بتاعتنا، هو الشغل هو اللعب، ودينا بنحاول ننفذ. يعني اول فتره اللي فاتت كان نظام المسابقات، كنا ممكن نلعب 3-2، ما كناش عارفين الماتشات هتبقى امتى بالظبط. انما حقيقه اول سنه ممكن النظام يبقى فارق معانا، عارفين احنا هنلعب امتى، هنقف امتى، عندنا امتحانات امتى، هنروح المدرسه امتى، بنقدر نتحرك في كل ده. فالسنه دي يعني النظام ماشي كويس، ويا ريت ان يستمر على كده، مساعدنا في حاجات كتير. والله الحمد لله احنا ماشيين كويس، بنلعب كوره من تحت كويس، ويعني معانا جهاز كابتن احمد عثمان وكابتن محمد عبد الرحمن وكابتن ايمن محفظين الشغل بتاع الدرجه الاولى وماشيين كويس. بس يعني حالفنا بس سوء التوفيق، ان احنا في ماتشات كتير بنبقى متقدمين
وبعدين بنرجع نتغلب في اخر الماتش وكده، بس احنا يعني بنلعب كره كويسه الحمد لله. مستر تكيس بيبص علينا على طول وبيتفرج على ماتشاتنا ومتابعنا، وفي كذا لاعب مننا يعني بيطلع بيتمرن مع الدرجه الاولى وبينزل، ويعني شايف انت محمد محمود ومحمد رضا وعمر مرموش كذا لعيب يعني من قطاع الناشئين بيطلع الدرجه الاولى وبيشتغل بشكل كويس.